جاد نشتغل بسوسة هذا انه تنعيش الاولاد نعيش احنا ونبيع التجار، يعني التجار هم يجون ياخذون منا يشتغلون. نشتغل رزق قليل يعني، مو هالموسم هالقد يعني، كل واحد يطلع له شغط 10-15 كيلو. منطقة كويسة بس انه موسم شوي انه ضعيف، كل سنة يعني اكثر من بامطار او شيء الخابر في مية. والله جينا من الرمان الى هنا التمر نشتغل على الخبر مشان نشتغل بسوس هذا، ندور في الارض تنحفر نطلع فيها الرزق هذا، وياخذون التجار يسوون فيه عرق سوس، والتجار عاد هم يستعملونه في يشتغلون فيه، ما ينبقى انه هلا عرق هذا. والله الكيلو كان من 700 لل 1000، هلا عبن صار قليل يشترونه ب 1000، يعني كل شب يطلع له جزء 7 كيلوات. هلا كان يطلع لل 30 ذاك النهار يعني من فتره الشهر ذاك. والله موسم من اول الشتاء الصيف كله يشتغلون، هلا هسه صار انه شغله قليل يعني. والله غزمه او كرك نشتغل فيها اكثر شيء بالغزمه، لانه عبن ارض قاسيه. والله نجي من الصبح للساعه 2 العصر، الساعه 7 للساعه 2 العصر نشتغل، ونعيش الاطفال ونعيش احنا بيه. والله هلا في يعني شلون لو زره صغيره من فوق تبين يعني، ونحفر عاد ايش ما نحفرنا بالارض يطلع معنا عرج، عرج يعني اكبر يعني يدق مشان يدق وزن او شيء. هذا شغلنا احنا.